مخرج عارفين الازرق وان شاء الله مستنيين بقى الجزء الثالث والرابع والعاشر كمان يا رب. حكايتك ايه بقى انت مع ولادك؟ تعال نشوف بقى كريم عبد العزيز بقى في البيت عامل ازاي. ما الناس كلها مش عارفه الحياه بتاعه كريم وسط ولاده وفي وسط بيته عامله ازاي. انت زي ما قلنا في الاول انت راجل بيتوتي صح، بتحب القعده مع عيالك قوي. بموت في القعده مع عيالي. انت عندك ملك وعلي. عندي ملك 12 السنه دي وعلي 9. ربنا يخليهم. واب جميل اهو، واب جميل. وعندي مشكله مع هايدي ان كل حاجه انا موافق عليها في البيت امين. لا كلنا كده على فكره، كلنا هذا الرجل. وتيجي تقول لي قبليها يعني تيجي تقول لي هيجوا يقولوا لك كذا كذا كذا، قول لا زي ما انا قلت عشان قلت لك الكلام خلص. يقول لي بس كذا كذا هيحصل. خلاص بقى يا هايدي معلش، خلاص بقى يا عيال صغيره هايدي، ما حكيتش المره دي هبوظ العيال لما يكبروا هايدي. انا هذا الاب بصراحه، انا هذا الاب والله. كلنا يعني عايز اقول لك انا لما مراتي تسافر العيال انت مش فاهم يعني. سليم مثلا يقول لي يا ماما راجعه امتى؟ اقول له حبيبي خلاص هانت، دي فاضل لها يومين. ليه؟ مستمتعين. اقول له انت زعلان؟ رحله. يقول لي مش زعلان، هي وحشاني وكل حاجه يعني، بس وانا وانت قاعدين مع بعض انا بعمل اللي انا عايزه. احنا فاكين مع الاولاد. لا انا مع الاولاد كمان، انا مع ابني واصحابه مسميني اصلا بابا نويل. انا اي حاجه بتعملها له بحقق كل الاحلام. انا عامل زيك الله عليك. لا اصلا لما بنزل حتى مع الاولاد انا بحب انزل مثلا مع ابني واصحابه، يبقى معاه مثلا 15 عيل. الامهات كلها لو مع امير بينسوا العيال. انا بعرف اسيطر على العيال بقى، 15 اخدهم ونسافر مع بعض، اخدهم ونتمشى في المنطقه السليمه. فانا حياتي مع اولادي برضو نفس. انا بحب الجو ده جدا. وبرضو خد بالك ربنا بيبعت لنا ستات طبعا يوزنوا الشخصيات دي اكيد طبعا. يعني انا لولا مراتي في البيت ربنا يخليها لي يا رب، ست عظيمه يعني يا رب. مهما قلت لها مش كلام كتير ربنا يعني. يخليكم لبعض. ربنا يخليك يا ميرو. بيبقى في بالانس في البيت طبعا يعني، حد ماسك البيت. وبعدين خد بالك احنا شغلانتنا انت طول النهار في التصوير بتيجي، فهي الساعه اللي هتيجي فيها البيت هتقول لهم لا. لا وبتطرقع حته هنا خلي بالك يعني طبعا. ما كانش هي راجع يحيى راشد النهارده ف يا رب العيال ازاي؟ يحيى راشد يا رب العيال لازم طبعا لازم. فبيبقى ربنا عامل لك ميزان كده. لا طبعا. لا طب انت بقى وانت قاعد بتكتب بس العيال دي ما بتنطش في دماغك؟ لا طبعا سماعات بقى، لقد خلق الله السماعات. بتقفل الدنيا على نفسك. طبعا انا عندي فاطمه ورقيه، والاستاذه فاطمه 13 سنه دلوقتي. عندك بنتين؟ ها عندي بنتين. اسمهم ايه؟ فاطمه كبيره ورقيه الصغيره 13 و9. تحس ان كل واحد لما بيتكلم على عياله تحس ان في ابتسامه. طبعا في ابتسامه طلعت الوش بينور كده. ابهات الابهات بين ابهات. انا بقول ان الاب بيكتب بطريقه مختلفه على فكره يعني، اكيد بيبقى بيحسس حاجات، وده موجود عندنا في الفيل جدا. حاسس حاجات مش غير يعني. انت المشهد اللي انت عامله بتاع الواد اللي في البانيو ده مثلا ده ما ضايقكش بذمتك؟ لا طبعا ضايقني جدا. شفت بقى انا جبتك ده منين؟ زعل جدا جدا يعني. انا حسيت لما انا اتفرجت انا يعني واد نايم في البانيو، فانت غصب عنك تشوف ابنك. ممكن تتخيل طبعا حاجة. اكتر مشهد على فكره أكتر. وعندي سر صغير قوي على فكره عايز اقول لك عليه. كريم وهو بيتفرج في المونتاج على المشهد ده يعني دمعت بجد يعني. هو كان فعلا قاعد بيتفرج على نفسه ومصدق جدا يعني دمعت بجد مش هزار. ما حدش كان شايفه على فكره، انا قاعد جنبه اتفرجت عليه يعني، كان قاعد عينيه بتدمع بجد.